ماذا يفعل من كان عنده وسوسة ويبقى في القلاء مدة طويلة وهو يكرر الوضوء؟ عليه أن يستعيذ بالله من الوسوسة وأن يستنجي ويتوضأ ويخرج ولا يبقى في دورة المياه من أجل الوسواس، لأنه يزيد عليه، إذا بقي زاد عليه الوسواس، فيستعين بالله ويستنجي ويتوضأ ويخرج، فإذا اعتاد هذا راح عنه الوسواس، أما إذا استسلم للوسواس إنه يزيد عليه.